اليوم بأداء الواجب الانتخابي في قرية تاوندارت، الفرع الإداري تاوندارت بدارة الزواتين ولاية عين قزام، وجازت الحالة مليح. أنا في الفرع الإداري تاوندارت، إن شاء الله تكون نظرة جديدة كما قلت لك، وإن شاء الله تجوز العملية مليحة، ونتمنى من المواطنين يقوموا بالواجب نتاعهم على أحسن ما يرام. بالنسبة لتنظواتين فيها مكتبين، مكتب وادي غليان وفيها مكتب متنقي لإنغسان. أنا ذكرني رئيس مكتب وادي غليان. بالنسبة للانطلاقة، انطلاقة كانت جيدة، تم توفير الوسائل المادية من طرف السلطة المستقلة للانتخابات. بالنسبة للمسار نتاعنا، انطلقنا من منطقة تيتيرك مرورا بمنطقة أمس مساء، ثم منطقة إنوزال، ثم منطقة تسامق، ثم منطقة انتفركيد. أرانا هنا في نقطة تسللت التي كانت من ضمن المسار المسطر. بالنسبة لسير عملية الانتخابية، كانت العملية تسير في ظروف جد مناسبة، هناك إقبال من طرف المواطنين من أجل تأدية واجبهم الانتخابي، كل ظروف مهيئة. بالنسبة للمكتب المتنقي لوادي غليان، فيها 1172 مسجل.